نبتدي منين؟ احنا عندنا مناهج كتير قوي، يعني عندنا مناهج كتير قوي في المدارس وفي الجامعات. نبتدي احنا عايزين نطور عمليه التعليم. نطور ليه؟ ماشي، نبتدي بنطور ليه؟ بنطور ليه يا دكتور؟ ما هو في دروس خصوصيه وسناتر وكتب خارجيه واولياء الامور منهكين، ونعين الاسئله من كتاب الوزاره نحطها في ورقه الامتحان، ونقيس الحفظ والاستظهار وينجحوا 100% ويسقطوا في الثانويه العامه، يسقطوا في اعداد الطب واعداد الصيدله واعداد الهندسه. يبقى ده تفوق وهمي. الرئيس لما قال احنا عاوزين بناء انسان جديد لمجتمع جديد لمصر الجديده. انسان جديد يعني يفكر، يبدي رايه، يفسر، يعلل، يناقش، يحترم ثقافات الشعوب، ليه راي ورؤيه. ده المجتمع الديمقراطي، ده الانسان الجديد. مظبوط. ولا انسان آلي مبرمج بيحفظ ويستظهر ويخزن ويكتر. لازم ننتقل من ثقافه الايداع الى ثقافه الابداع، والابداع معناه نقدم شيء جديد مفيد، من ثقافه التخزين الى ثقافه التبكير. ده الهدف، الهدف بناء انسان جديد. هو الرئيس اما تحمل 2 مليار و216 مليون دولار لتطوير التعليم، هو ده اول رئيس جمهوري. انا بقالي 77 سنه، من 50 سنة وأنا بشتغل في وزارة التربية والتعليم، وأنا أستاذ في جامعة عين شمس وبتعاون معاهم في الامتحانات وفي التطوير وكله. ما حصلش إن رئيس جمهورية بيتحمل هذه التبعة، ما حصلش إن رئيس جمهورية يجي يقول لهم أما يلاقيهم يصوروا على الوزير، وده مش مشروع الوزير، ده مشروع الدولة، النظام، إرادة الدولة إنها تبني إنسان جديد لمجتمع جديد. قال لهم اعمل لهم البابل شيت عشان هم خايفين من الامتحان على التابلت. رجع تاني قبل امتحان ان ظهور النتيجه، عارف حسه الوطني، عارف ان الشعب هيقول ايه والناس المستفيدين والناس المغرضين هيقولوا ايه. قال لهم انخفاض الدرجات او ارتفاعها ما يعنيش شيء، لكن اللي يعني ان احنا هناخد نفس العدد من الطلاب وازيد حوالي 10% هذا العام. اصبحت يا استاذ حسام، اصبحت الدرجات هذا العام تعبر عن القدرات، الدرجة بتعبر عن قدرة المتعلم. كنا في وهم وبنضحك على أولياء الأمور ونقول لهم ولادكم نجحوا وعلمناهم دخلوا. دلوقتي ما تلاقي ساعات جامعات أهلية وتلاقي جامعات تكنولوجية وجامعات دولية وفروع ليها في العاصمة الإدارية وغيرها.